الاتحاد العاصمه مدينه الرباط. هذه المقابله كان ندير بين الفريق في الفانا والفريق ديالنا كان مسيطر على المقابله لولا تالق الحارس ديالهم اللي نقدوا من مقابله اهداف محققه وحققنا نسجلوا الهدف خلاص، ولكن في الدقائق الاخرى دفاعيه هدف التعادل ونتيجه ايجابيه خارج الديار نقطه مهمه. ونتمنى ان شاء الله المسير مسير موفق للفريق الاتحاد العاصمه وباقي المقابلات ان شاء الله. السلام عليكم. المباراة دازت بروح رياضية بين الطرفين، وتبارك الله على الشباب بهم جوج بأنها دارت قتالية سلمية باش في كرة القدم، ونتمنى التوفيق عندنا الشباب إن شاء الله ديال الانتصار الصاعدين بإذن الله، ونتمنى لهم التوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله. العاصمة كانت مقابلة قوية، كانت مشروطة، كنا شباب هو اللي تبعوا المقابلة، عرفت نتيجة التعادل حتى لنهاية المقابلة. كنشكر اللاعبين ولا الإدارة ولا الجمهور ولا الجميع اللي ساهم في الفرحة اليوم، والحمد لله كان بإمكاننا أننا ننتصروا في هذه المقابلة، وكنشكر الجميع على الفرحة.